السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي الأعزاء، اليوم جبنا لكم درس مختلف وهو درس تنزيل الألعاب مجانا. في هذا الموقع كلش راقي، يضم مكتبة كبيرة من كل أنواع الأجهزة المختلفة مثل البلاي ستيشن 2 4 وال 3 والاكس بوكس والجيم بويز والبي اس بي، كل هذه الاجهزة المختلفة. طبعا مجرد ما نضغط على اسم هذا الجهاز البي اس 2 او اي جهاز اخر، نشاهد العابها موجودة. كل هاي الالعاب يضم هذه الصفحة، هذا يعني مجموعة البلاي ستيشن 2 حوالي 50 صفحة، كل صفحة فيها 15 لعبة، يعني 750 لعبة بس البلاي ستيشن 2، وغيرها هاي الأجهزة كلها بها نفس الألعاب، والألعاب طبعا مضغوطة بصيغة الآيزو، يعني بعد ما تنزلها وتفكها يكون ضغطها أكبر، حوالي يعني مثلا 500 ميجا تنزلها يمكن يطلع لك جيجا وأكثر. فالآن نلاحظ تنزيل لعبة، مثلا ما نقول نضغط على هاي صفحة جديدة، طبعا كل لعبة أكيد بها أكثر من لغة، تريد اللغة الآسيوية، تريد اللغة الأوروبية أو اللغة الأمريكية. مثلا نضغط على اللغة الأمريكية كما تشوفون هنا، طبعا هاي اللعبة أكيد الحجم ماله والجرافيك ماله أقوى، فالحجم يصير أكثر. وفي آخر الصفحة هنا راح يظهر علامة التنزيل هاي اللعبة. طبعا هنا نشوف البي اس بلاي ستيشن 4، نشوف كلها ألعاب جديدة، وكل فترة وفترة ينزلون لعبة جديدة، وأكيد هاي الألعاب بالسوق كلها راح تشتروها بفلوس. هنا بهذا الموقع الأول مجاني 100%، نشوف البلاي ستيشن الاكس بوكس مثلا، نشوف هنا الاكس بوكس، هاي الاكس بوكس، العاب اكس بوكس طبعا نفس الشيء، العاب راقية، اي لعبة يأتي في مخيلتك موجودة في هذه الصفحة. طبعا يريد تقريبا دقائق وراح تنزل اللعبة. هنا نشوف الألعاب البي اس بي، ألعاب بي اس بي، هو ناس شوف هنا موجود مثل ما لاحظنا بدأ التنزيل. وشكرا لمتابعتكم، وأرجو المتابعة والإعجاب، وإلى درس قادم، أستودعكم الله، إلى اللقاء.